السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيمان. إذا كنتم جداد على القناة وأول مرة تشوفوها، اضغطوا على زر اشتراك المربع الأحمر الموجود تحت الفيديو، وكمان ما تنسوش تفعلوا جرس التنبيه علشان إن شاء الله يوصلكم كل جديد. القناة هنا متنوعة وإن شاء الله تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدعمونا بلايك. قبل ساعات من انطلاق الدراسة، أطلقت وزارة التربية والتعليم القناة التعليمية الجديدة مدرستنا لمساعدة الطلاب على متابعة المناهج الدراسية على تردد 12303. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت فيديو توضيحي للدراسة في العام الدراسي الجديد وسط انتشار فيروس كورونا والوسائل المختلفة للتعليم. وأعلنت الوزارة تقليل أيام الدراسة بالمدارس مع مراعاة تقسيم الكثافة الطلابية على فصول، بمعنى أن العدد الذي كان موجود في فصل واحد أصبح موجود في فصلين، وذلك يحقق جيدا التباعد الاجتماعي. ثانيا، الصفوف من كيجي 1 وحتى الثالث الابتدائي، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 4 أيام أسبوعيا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيا. الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 2 أسبوعيا، وفي مدارس الفترتين 3 أيام أسبوعيا. الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي سيكون الحضور 2 أسبوعيا. لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.